تقوم إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الحملات التفتيشية والزيارات الدورية على الشركات التجارية الصغيرة للتحقق من تطبيق القوانين والأنظمة وجدية هذه الشركات بالعمل التجاري وضمان سير الحركة التجارية على النحو الصحيح. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عبد العزيز محمد الأشراف، الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز في نشرة أخبار الثالثة. هل لك أن تحدثنا أكثر بشأن الإجراءات الرقابية على الشركات التجارية الصغيرة والتأكد من جديتها في مزاولة أعمال تجارية برأس مال صغير وخطط الوزارة المستقبلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا لكم هذا اللقاء، وكما تفضلتي اختي العزيزة يعني الاهتمام الحكومة يعني حكومة مملكة البحرين في تقديم التسهيلات والحوافز اللي تقدمها للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وجميع الشركات. طبعا جاءت هذه بعد دراسات مستفيضة وتجارب عديدة ممارسات دولية في القطاع الأعمال، وما في شك أن البحرين أرض خصبة لاستقطاب رؤوس الأعمال والعقول المبكرة وفرص النجاح التي تحصل في بعض الدول واللي هي ممكن يكون محل استثمار في مملكة البحرين. طبعا ما في شك أن هي عملية تكاملية فيما بين المنشآت الداخلية والمنشآت الخارجية لتعزيز وتنمية عجلة الاقتصاد في مملكة البحرين. المؤسسات اللي ذكرتيها الله يسلمك اللي هي تغل بما يقارب 500 دينار فأقل في مملكة البحرين حصلوا يعني العديد من الامتيازات واستفادوا فيها في مملكة البحرين. وما في شك أن وزارة الصناعة والتجارة تراقب بشكل مكثف ودوري على هذه الشركات في ممارسة يعني والاطلاع على كافة ممارساتهم الصحيحة بشكل متزامن حسب ما هو وضعت لها هذه المعايير وهذه الشركات. فتوجيهات سعادة الوزير وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو أنه يكون التركيز على هذه الشركات واللي هو يعني طالع عن الخط يكون ان احنا نرشده وناخذ بحيث ان احنا نشوف المعوقات ونحطها على الوضع الصحيح، واذا كان هو مستغل بعض الجوانب اللي تقدمها المملكه راح يتعاقب راح ياخذ فيها الجزء اللي يتواكب مع جسامه يعني التجاوزات اللي هو فيها. نعم، هل تم رصد مخالفات على هذه الشركات الصغيره استاذ عبد العزيز؟ وفي حال تم الرصد ما هي الاجراءات التي تمت عليها؟ هو طبعا ما في شك ان يعني المتابعه المستمره من ناحيه الرقابه الداخليه لاداره التفتيش وكافه ادارات وزاره الصناعه والتجاره قائمه على ذلك، في منها التفتيش الميداني وفي منها الله يسلمك اللي هو متابعه التقارير السنويه اللي تتابعها اداره الشركات وتحللها وتتابع مدى دخول وحركه الامور الماليه في هذه الشركات، والرقابه مستمره بشكل مباشر. وإذا كان في أي مثل ما ذكرت سابقا أي خلل في هذه يكون استدعاء. طبعا في خلال هالأسبوع تم طلق مؤسستين أو شركتين مخالفتين واستدعاء العديد من الشركات يمكن ما يقارب من 10 إلى 7 شركات للتباحث معهم بخصوص سير عملهم وبعض الملاحظات عليهم. وفي حال إذا يعني مثل ما ذكرنا أن في حال ورود اي مشكله عليهم راح يكون اتخذ الاجراء اللازم باتجاههم، يا هو تصحيح اوضاعهم او الاقلاق المباشر بشكل ما يحتم علينا القانون والنظام في هذا الخصوص. نعم. السيد عبد العزيز محمد الاشراف، الوكيل المساعد للرقابه والموارد بوزاره الصناعه والتجاره، شكرا جزيلا لك.